نويت الحج او العمرة وتحركت من الرياض في ايام الحج واردت الذهاب الى جدة لمهمة عمل، فمن اين احرم؟ نويت الحج او العمرة وتحركت في الرياض في ايام الحج واردت الذهاب الى جدة لمهمة عمل، فمن اين احرم؟ اذا كان الانسان اراد الحج او العمرة وذهب الى جهة مكة فعلى الإحرام من الميقات الذي يمر عليه كمن الرياض أو الطائف أو ما دونهما من فرضة وحرمة وغير ذلك، يمر على ميقات أهل الليل ويحرم منه، وهو الشيء المعروف وهذا المحرم المعروف يحرم من أحدهما. فإن كان من جهة أخرى كالذي جاء من طريق المدينة يحرم ميقات المدينة، أو جاء من طريق اليمن يحرم ميقات اليمن يا لمنا، أو جاء من طريق الشام من طريق البحر ومصر وصل من طريق البحر يحرم من ميقات مصر والشام ورابغ وجحفة، أو جاء من طريق العراق يحرم من ميقات العراق وهو الضريبة المعروفة، أو من السيل ميقات النجد كما هو معروف الآن. أما من جاء إلى جدة ما عند رية عمر، جاء إلى جدة لعمل ثم طلع عليه أن يعتبر يحرم من جدة من مكانه، لأن النبي عليه السلام قال لما وقتها قال هن لهن ولمن أتى عليهن لأهلهن ممن أراد حج العمرة، ومن كان دون ذلك دون مواقيت فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة في مكة. فإذا جدة ما قصد العمرة جاء إليها لعمل ثم بدل أن يعتمر يحرم من جدة، أو بدل أن يحرم من جدة. أما إذا جاء من الرياض أو جاء من اليمن أو جاء من أي مكان ظاهر المواقيت قصده الحج او قصده العمره او قصده يمر جده ويعتمد، هذه حين الميقات كمن طريق المدينه وحين ميقات المدينه، كمن طريق الطائف وحين ميقات الطائف، وهذا المحور كمن طريق اليمن.